مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشره اخبار الخامسه مساء من مركز الاخبار بتلفزيون سلطنه عمان. اهلا بكم وفي ابرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده يمكنها المساعدة في تحقيق انتعاش الاقتصاد الإيراني. أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازي وصادق مواساة لفخامته وأسرة الفقيد والشعب الكيني الصديق. تساهم قوات السلطان المسلحة في مجالات التنمية الشاملة جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى. وتأتي مساهمة القوات المسلحة لتحقيق أسباب الأمن وتهيئة المناخ التنموي الملائم لمسيرة التحديث والتطوير. ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها، وأجهزة أمنية ضمنت استقرار البلاد واحترام المواطنين. فنحن نقدر دورها العظيم في ضمان منجزات ومكتسبات البلاد، ونؤكد على دعمنا لها واعتزازنا بدورها. تمثل التنمية الشاملة مطلباً وطنياً عصرياً تتضافر فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق معدلات التقدم والرقي. وفي هذا الإطار تساهم قوات السلطان المسلحة بدور كبير جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية الأخرى في كافة مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة، ويتمثل أهمها في السهر على حراسة منجزات مسيرة الخير المباركة، مما يهيئ مناخا للنمو والازدهار ويحقق الأمن والاستقرار للمواطن ليقوم بدوره الكامل في الإسهام والبناء وتهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي من خلال ثقته في الأمن والاستقرار الذي تتمتع به السلطنة. قوات السلطان المسلحة تساهم في تدريب أعداد مختلفة من المدنيين في الملاحة والاتصالات، كما تساهم في أعمال شق الطرق في المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية ونقل المواطنين واحتياجاتهم من مواد البناء والمؤن والمياه من وإلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل الاعتيادية، بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في حالة حدوث الكوارث الطبيعية وإنقاذ الصيادين وتقديم الإسناد للسفن المنكوبة. قوات السلطان المسلحة تسخر دائما كافة إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية في التعامل مع كافة الحالات المدارية التي تمر بها السلطنة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وبالسرعة الممكنة، حيث تقوم بإخلاء السكان وإنقاذ الأرواح وإيصال المواد التموينية الضرورية والمتنوعة والمعدات الطبية ودعم قطاع الاتصالات وإصلاح وترميم الجسور وشق الطرق لتسهيل عبور وتنقل المواطنين
كما تقوم قوات السلطان المسلحة بدور كبير وفاعل في القبض على المتسللين الذين يحاولون دخول البلاد بالطرق غير المشروعة. قوات السلطان المسلحة ستبقى مستمرة في عمليات التطوير والتحديث، وستظل دائما وأبدا السياج المنيع للوطن العزيز، مسخرة جميع الوسائل والقدرات المادية والبشرية من أجل استمرارية التطوير والتأهيل لمنتسبيها، لتبقى فاعلة وقادرة على حماية هذا الوطن الغالي في البر والجو والبحر، حاملة أمانة الدفاع عنه وضمان استقراره وحماية منجزاته وصون مكتسباته وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم. فيا أبناء عمان الطاهرة في كل مكان، يا جنودها البواسل في كل ميدان، استعدوا بارك الله فيكم لمواصلة المسيرة بكل عزم وإصرار وقوة ومضاء، فعمان بحاجة إلى المزيد من البذل والعطاء والتضحية والفداء والعمل الجاد المثمر البناء. مع بزوغ فجر النهضة المباركة، حظيت الصناعات الحرفية بتقدير خاص من جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه. جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه كان يرى في الصناعات الحرفية إرثا حضاريا وتاريخ أمة لها دورها الريادي والحضاري. أولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه منذ بواكير النهضة الحديثة لعمان جل الاهتمام بالصناعات الحرفية، مما كان له الأثر الكبير في النهوض بهذا القطاع باعتباره جزءا مهما من الهوية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني وأحد أهم الروافد العمانية. فمع بدايات النهضة بقيادة جلالته طيب الله ثراه، حظيت الصناعات الحرفية بتقدير خاص كونها إرثا حضاريا وثمرة من ثمار تاريخ أمة كان لها دورها الريادي والحضري. ونتيجة للاهتمام المتواصل من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في تفعيل دور الصناعات الحرفية اجتماعيا واقتصاديا ولحمايتها وتطويرها وجعلها الرابط الوثيق بين الماضي والحاضر، جاء إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمثابة ترجمة صادقة للاهتمام السامي لحماية وتطوير الصناعات الحرفية في السلطنة، لتقوم بوضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجالات الصناعات الحرفية وحصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل محافظة من محافظات السلطنة وحمايتها، والاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة. كما تعمل الهيئة على الارتقاء بهذه الصناعات وتطويرها من منطلق أنها عملية إبداعية، ولذلك خصصت لها مسابقة سنوية للتميز الحرفي تهدف إلى تحفيز التنافس بين الحرفيين. كما خصص 3 مارس من كل عام يوما للحرفي العماني تقديرا لجهودهم في هذا المجال، حيث يتم فيه تكريم المبدعين في مختلف الصناعات. وتأتي مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية ترجمة لما أكد عليه المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه من ضرورة تطوير الحرف العمانية وفق أحدث المعايير والآليات المتبعة عالميا، وبما يتناسب مع الأساس الأصيل والمزج بين الملامح الابتكارية
وبين ما هو معبر عن الهوية الوطنية والحضارية للموروثات الحرفية والاعتزاز بها في صنع مسيرة التقدم والرخاء للسلطنة. فيا أبناء عمان الطاهرة في كل مكان، يا جنودها البواسل في كل ميدان، استعدوا بارك الله فيكم لمواصلة المسيرة بكل عزم وإصرار وقوة ومضاء، فعمان بحاجة إلى المزيد من البذل والعطاء والتضحية والفداء والعمل الجاد المثمر البناء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية المساعدة في تحقيق انتعاش الاقتصاد الإيراني، موضحا أن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير بسبب العقوبات على طهران. وفي خطابه حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أشار الرئيس ترامب أنه يجب على الحكومة الإيرانية التخلي عما وصفه بسعيها لحيازة الأسلحة النووية والبدء بالعمل في تغيير سياستها. وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، أكد الرئيس ترامب أن إدارته تعمل على إنهاء حروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان. أما على المستوى الداخلي، فقد أكد الرئيس الأمريكي أن اقتصاد بلاده في أحسن أحواله، مشيرا إلى استثمار أكثر من تريليوني دولار لبناء الجيش الأمريكي وتزويده بأحدث التجهيزات العسكرية. واصلت قوات الحكومة السورية تقدمها لتسيطر على أكثر من 20 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. من جانبه، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده قد تستخدم القوة ضد القوات السورية ما لم تنسحب خلف نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية الشهر الجاري. تصريحات الرئيس التركي جاءت بعد اشتباكات مباشرة يوم أمس بين القوات التركية والسورية في إدلب شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل العديد من الجنود الأتراك والسوريين. أعلنت السلطات الصحية الصينية أن نحو 900 مصاب بفيروس كورونا خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم. هذا وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الصين ل 490 حالة وأكثر من 24,000 إصابة. وعلقت الكثير من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين خوفا من انتقال الفيروس إلى دولها، مع إخضاع القادمين منها في العديد من دول العالم إلى حجر صحي للتأكد من خلوهم من الإصابة. أجلت السلطات النيوزيلندية مئات السكان من منازلهم خوفا من الفيضانات التي اجتاحت جنوب منطقة ساوثلاند، وطالبت السلطات سكان بلدات غور وماتورا ويندهام مغادرة المنطقة بعد تواصل هطول الأمطار الغزيرة. وبدأت السلطات عملية إجلاء عشرات السياح من ميلفورد ساوند بدعم من شركات الطيران بعد تعليق المروحيات طلعاتها في وقت سابق من هذا الأسبوع عند اشتداد الأمطار وقطع الفيضانات والانهيارات الطينية الطرق السريعة. فترتنا الأخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتابعونا فيها بعد الفاصل. من بطون الأودية والمرتفعات الجبلية، جني السيداف حكاية لوجبة تقليدية. على الصعيد الخارجي، فإننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، مؤكدين على الثوابت التي اخترتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات.
احتياجات الولايات من الخدمات والمشاريع التنموية التي رفعت من قبل لجان الشؤون البلدية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كانت ضمن مناقشات اجتماع المجلس البلدي بمحافظة ظفار. المجلس استعرض توصيات لجنة الشؤون البلدية بولاية صلالة المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية بمخططات الأحياء السكنية بمنطقة صحنوت وامتداد شمال العقدين، كما تطرق المجلس إلى توصية لجنة الشؤون البلدية بولاية مرباط المرفوعة للمجلس لتوسيع وتطوير ميناء الصيد البحري بالولاية. كما اطلع المجلس على تقرير برنامج بلدية ظفار لتنفيذ حملة الإصحاح البيئي لمدينة صلالة وأهدافها ومدتها الزمنية وآلية تنفيذها. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي. النظر في مخططات الحظائر بمناطق الجبل الأخضر محور الاجتماع الثاني للمجلس البلدي بمحافظة الداخلية، كما ناقش المجلس موضوع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل بدبد، بالإضافة إلى مناقشة دراسة عدد من المواضيع التي تقدم بها المواطنون إلى لجان الشؤون البلدية بالمحافظة فيما يتعلق بمختلف الجوانب الخدمية والتنموية بالولايات. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية. كما عقد المجلس البلدي بمحافظة الشمال الشرقية اجتماعه الثاني لهذا العام، حيث تناول الاجتماع اعتماد عدد من المخططات والجوانب المتصلة بتعزيز العمل البلدي بالمحافظة ومناقشة وضع المرادم والتحديات التي تواجهها سعيا لإيجاد الحلول لها. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن سالم بن سيف الأغبري القائم بأعمال محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس البلدي. بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 509 من أذون الخزانة الحكومية ما يقارب 14 مليون ريال عماني تستحق لمدة 91 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر مايو المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني أن متوسط السعر المقبول بلغ 99 ريالا و553 بيسة، ووصل أقل سعر مقبول 99 ريالا و550 بيسة لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم نحو 1.8% ومتوسط العائد 1.9%. بهدف شغل وقت الفراغ لدى الشباب خلال فترة الصيف من خلال ممارسة هواياتهم المختلفة في المؤسسات والهيئات الرياضية، بدأت وزارة الشؤون الرياضية استعداداتها لانطلاق البرامج الصيفية للعام الجاري 2020. وتنظم وزارة الشؤون الرياضية برامج متعددة، منها برنامج صيف الرياضة وبرنامج معسكرات شباب الأندية وبرنامج الأنشطة الشبابية للأندية والمجمعات الرياضية الشبابي وبرنامج شجع فريقك ومسابقة الأندية للإنشاد. وتسعى هذه البرامج إلى صقل مواهب الشباب من خلال الأنشطة الشبابية وتنمية قدراتهم الإبداعية وربط الشباب بموروثهم الشعبي وتعريفهم بتاريخهم الحضاري. تعد شجرة السيداف البرية من الأشجار التي تنتشر على مساحات واسعة خاصة بعد هطول الأمطار، حيث تنمو هذه الأشجار على سفوح الجبال وبطون الأودية. وتستخدم نبتة السيداف في إعداد وجبة محلية تعارف عليها الأهالي منذ القدم، لها طريقة خاصة في التحضير، تفاصيلها في التقرير التالي. بعد هطول أمطار الخير وغيث السماء خلال الفترة الماضية واخضرار الأرض ونمو النباتات البرية التي تكثر في السهول والصحاري والجبال، تعد شجرة السيداف من الأنواع التي تنمو في هذا الموسم من العام، وخاصة مع وجود المياه والأجواء الشتوية. سيداف تو موسمه، يعني يمكن خاصه بكذا وامطار يجي في ذا الوقت يقب بالسيداف، لكن ناخذ حنا يوم نسحل الفراخ الا منه ما ناخذ ابو خضار، نقل الفراخه ونحطها كذا مكان، هذا موسمه في الشتاء.
نشوفه يعني نتساءل عن السيداف، ولقينا عندنا نسبره ولقينا انه نفرغ. جني نبات السيداف وطريقة الحصول عليه وتحضيره والذي ينتشر على مساحات واسعة في بطون الأودية والشعاب، يقوم الأهالي من الرجال والنساء بجنيه بطريقة متعارف عليها محليا، يتنقلون من موقع لآخر للحصول على كميات كثيرة من السيداف. يعني الساعة 8 الساعة 9 نخرج والساعة 11 نتجمع. ما شاء الله. هي كيف تتوزعوا على نتوزع كل حد يقبل عصوب، يعني كل هنتين مع صوب ونجد هذا السيداف. بعد جني السيداف تبدأ عملية التحضير وإضافة المكونات الخاصة بهذه الوجبة استعدادا لتقديمها، حيث يجتمع أهالي الحي والمنطقة على هذه الوجبة في أجواء من البهجة بين الجميع. نسوي له ملح ونسوي له بسباس ونسوي له حماض ونسوي له ضقع ونسوي له قنانيب، يمكن شيء يوم الخصوب يوم في هذا الوقت عندنا نسوي له ملح ونسوي له قاشع ولوميا نعصر له، عندنا نتجمع ونوكله. وتزخر السلطنة بأنواع عديدة من الأشجار البرية كأشجار الشوع والسدر والسمر وغيرها من الأشجار ذات الفوائد العديدة. ويبقى لوجبة السيداف المحلية طعمها الخاص عند الكثيرين خاصة في هذا الموسم من العام. محمد بن سعيد العلوي من وادي المعيدن بولاية ينقل محافظة الظاهرة. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده يمكنها المساعدة في تحقيق انتعاش الاقتصاد الإيراني. في ختام نشرتنا هذه التحيات، فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. إلى اللقاء.